في أواخر العام الماضي أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية بإصابة عشرات الأشخاص في مدينة ووهان بنوع غير معروف من الالتهاب الرئوي. وقتها لم يكن الذعر قد تفشى بعد. درس المسؤولون الحالات وخلال أيام تعرفوا على مسبب الخطر الجديد كورونا المستجد، أحد أفراد عائلة الفيروسات التاجية شديدة العدوى. كورونا المستجد تفشى بسرعة كبيرة وانتشرت معه التساؤلات حول أصله وطبيعته. هل انتشر بسبب حساء الخفافيش؟ هل يقتل كل من يصيبه؟ الجواب هو لا وأيضاً لا. وسط هذه الأسئلة برزت نظريات المؤامرة التي تعتبر كورونا سلاحاً بيولوجياً من صنع البشر، وعمت الأوساط الاجتماعية والإعلامية. لما نعرف إن في أفلام تكلموا فيها عن فيروس هيخش ويقتل الناس، أنا من الناس المقتنعين بإن في مؤامرة. بل وصل الأمر حد تبادل دول كبرى الاتهامات بصنع الفيروس. فهل يعقل أن يكون فيروس كورونا سلاحاً بيولوجياً؟ ملحوظة قبل أن نجيب، هذا الفيديو هدية خاصة للأمهات ومديري مجموعات الواتساب. أشهر نظريات المؤامرة المتعلقة بكورونا توجه أصابع الاتهام إلى مختبر أبحاث في مدينة ووهان الصينية. هناك من يرى أن الفيروس كان يخضع للتحليل بعد استخلاصه من حيوانات، ثم هرب أو تسرب من المختبر بسبب ضعف إجراءات الأمان. وهناك من يجزم أنه صنع أساساً كسلاح بيولوجي. الكلام في كلتا الحالتين لا تدعمه الحقائق. باحثون من دول مختلفة نشروا بياناً في مجلة لانسيت العلمية يدين بشدة نظريات المؤامرة التي تشير إلى أن فيروس كوفيد-19 له أصل غير طبيعي، وأفادوا بأن الأغلبية العظمى من العلماء الذين أجروا أبحاثاً على الفيروس المسبب للمرض توصلوا إلى أنه نشأ في الطبيعة، وبؤرة نشأته في الغالب هي سوق للحيوانات والمأكولات البحرية في الصين. هذه نتيجة لا يمكن الوصول إليها لو كان هناك تدخل مخبري في صنعه، لأن أي تلاعب بتركيبة الفيروس كان سيخلف أدلة جينية يمكن كشفها خلال تحليله. كما أن البيانات الوراثية تظهر بشكل غير قابل للشك أن الفيروس ليس مشتقاً من هيكل فيروسات موجودة سابقاً. فكيف ظهر هكذا فجأة إذن؟ Based on current information, an animal source seems the most likely primary source of this outbreak. أغلب الباحثين يرجحون أن الخفافيش هي المضيف الرئيسي لفيروسات كورونا، لكن هذا لا يعني أنها المصدر الوحيد. الفيروس المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد سارس انتقل عبر نوع من القطط، والإبل كانت المضيفة لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس. أما عن أسباب اندلاع مثل هذا النوع من الأوبئة، فيشير باحثون إلى أن نظامنا البيئي العالمي يشكل وسطاً خصباً لظهور فيروسات حيوانية ذات طفرات جينية قادرة على التنقل من مضيف إلى آخر، وتزداد فرص انتشارها مع الزيادة المستمرة لعدد السكان وسهولة السفر حول العالم، إضافة إلى التغيرات البيئية وضعف أنظمة الصحة العالمية. العوامل التي تؤكد أن كورونا ليس سلاحاً بيولوجياً كثيرة، أبسطها أن الفيروس حسب رأي بعض الخبراء لا يشكل سلاحاً بيولوجياً جيداً مقارنة بعوامل حيوية أخرى أشد خطورة وأسرع انتشاراً. لكن ما هي الأسلحة البيولوجية أصلاً؟ منظمة الصحة العالمية تعرفها بأنها كائنات دقيقة تنتج وتطلق عمداً لتسبب المرض والموت للبشر أو الحيوانات أو النباتات. خطورة هذا النوع من الأسلحة تكمن في صعوبة احتوائه وفي تسببها في عدد كبير من الوفيات خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى صعوبة تمييز الهجوم البيولوجي عن الأمراض المعدية المتفشية بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى اكتشافه متأخراً بعد وقوع إصابات تفوق قدرة استيعاب المؤسسات الصحية. انتشار كورونا أعاد الحديث عن الأسلحة البيولوجية، لكن استخدام الأمراض كأسلحة موجود منذ القدم، ومع تطور العلم صار الإنسان أكثر قدرة على تصميم عناصر تهديد حيوية والتحكم فيها. خطر هذه الأسلحة ظهر بوضوح خلال الحرب العالمية الأولى حين استخدمتها ألمانيا، وبدأت دول أوروبية بإنشاء برامج لإنتاجها، ما دفع المجتمع الدولي إلى إبرام اتفاق دولي لحظرها، تلته اتفاقيات أخرى تؤكد على منعها. لكن الأسلحة البيولوجية لم تختفي من المشهد تماما. اليابان استخدمتها خلال الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في حربها مع الصين، وما زالت دول تسعى لدراستها وإنتاجها باعتبارها سلاحاً فعالاً وأقل تكلفة من الأسلحة النووية. لكن ما نعرفه الآن على الأقل هو أن فيروس كورونا ليس أحدها بالتأكيد. هل هناك نظريات أخرى عن كورونا تحبون أن نتناولها في قصص قادمة؟ شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة.